الألغام، الآلة الوحيدة التي لا تنتظر أوامر عسكرية بقتل أي شخص يدوس عليها بعد زرعها، فالخطأ ليس بند من بنودها، كما أنها لا تترك جسدا سليما يمر عليها، فكلا الحالتين ممكنة، إما القتل أو إصابة بإعاقة مستديمة. كل هذه المعايير وجدتها الجماعات الإرهابية شيئا مناسبا يحقق انتقامها من الشعب اليمني، فالواقع يبرهن ذلك من خلال كميات الألغام المزروعة في شتى البقاع. مديريات صعدة إحدى هذه الأماكن وأكثرها استهدافا كونها منبع حركتهم الإرهابية، فالزحف التي تقوم بها القوات الحكومية تشكل عليهم خطرا كبيرا. الفريق الهندسي بمديرية الصفراء لا يتوقف في استكمال نزع الألغام المزروعة في منطقة النقعة وجبال عار وكذلك الوديان المقاربة لقرية فرحان. استطاع نزع أكثر من 70 لغما فرديا ومضادا للمركبات، كما انتزع الفريق عبوات ناسفة ومتفجرات على شكل قوالب تمويهية. هذه هي الألغام التي تم فكها بالعملية الأخيرة ما بين مفرق قرى عار، وهي كالآتي: 97 لغم، ما بين لغم العبوة وألغام فردية، منها العبوات ذات الدواسة، ومنها تفجير عن بعد، ومنها ذات الكيمرة، والحمد لله تم فك هذه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الجهود الجبارة التي يبذلها الفريق تأتي عقب نزع أكثر من 90 لغما خلال الأسبوعين الماضيين، فالمخاطر المحدقة بفريق نزع الألغام لا تكمن في خطر الألغام من الانفجار، فالقناصين الحوثيين المتمركزين في قمم الجبال تحد من عمل الفريق وتشكل عليهم خطرا كبيرا. شوف هذه الدواسة الآن يتم استخراجها. زراعة الميليشيات الحوثية للألغام ليس بالجديد، فهي تمارس هذه الطريقة منذ سنوات مع إدخال خبراء أجانب داعمين لها من حزب الله وإيران في ابتكار طرق أخرى أكثر خطورة، فلا يمر يوما إلا ويسقط على الأقل شخصا ضحية هذه الوسيلة المخيفة، فالأرقام تأخذ منعطفا أكبر من الضحايا المدنيين والعسكريين في كل المحافظات. من محافظة صعدة، عبد العالم دحلان، لقناة اليمن اليوم.